مشاهدينا الكرام، مساء الخير. تحية خاصة لكل الستات اللي في الدنيا. مساء الورد. حلقة جديدة من برنامجكم ستات دوت كوم. عنوان الحلقة النهاردة: ما تتطلقيش. كلامنا النهاردة هيكون الحقيقة عن الطلاق، علشان ساعة بعد ساعة حالات الطلاق بتزيد. محاكم الأسرة مليانة ورق ومليانة مشاكل ومليانة محاكم ومليانة منازعات. طيب ايه السبب يا ترى؟ احنا النهاردة في برنامجنا هيكون عندنا مبادرة علشان نوقد الظاهرة دي. هنتكلم طبعا، اسباب الطلاق ممكن تكون كتير، لكن احنا هنختار سبب معين اللي هي السلوكيات السلبيه اللي تكون عند الزوج، او ممكن تكون برضو عند الزوجه، عشان نبقى محايدين. خليني الاول ارحب بضيوفي النهارده. استاذه امل حسن، استشاري الاسره ومحامي من ضغط. مساء الخير. اهلا بيكي. اهلا وسهلا بيكي. واستاذه منى سلامه، محامي الاستئناف. اهلا بحضرتك، مشرفني طبعا النهارده. حلقه النهارده بتتكلم عن الاسباب اللي ممكن توصل الزوجة انها تطلب الطلاق وتهرب من جحيم بيت الزوجية بسبب السلوكيات السلبية للزوج. برضو هنتكلم عن الزوجة وسلوكياتها السلبية، لكن خلينا نبدأ بالرجالة. فمثلا هنتكلم عن انواع الازواج: الزوج البخيل، الزوج اللي عينه زايغة، الراجل النكدي. هل بيبقى في حل ان ممكن الزوجة تتعامل؟ يعني انا بس عايزة اسأل حضرتك استاذة امل، بما انك استشاري الاسرة معانا النهاردة، هل مثلا، خلينا نبدأ بالزوج البخيل، هل لو راجل بخيل ممكن انا اتعامل معاه واعرف اتعايش معاه والاقي حلول قبل ما الجا ان انا افتح الباب واقول باي باي انا عايزه اطلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. طبعا الزواج عقد وميثاق غليظ، مش احنا داخلين عشان نجرب حاجه او كده وهنطلع تاني باي باي. طب لا، ده ميثاق غليظ. يبقى الهدف ايه اولا من الزواج؟ هل انا هدفي الزواج اللي هدفه الزواج بس وانا اتجوزت؟ يبقى هيلاقي حاجات كتير جدا، وخاصه ان مفيش دلوقتي استشارات اسريه قبل الزواج الا في القليل. انا هدفي الزواج بس عشان ما يقولوش عليا انا اتقدم بيا السن، ولا ايه بالظبط؟ ايه الهدف الزواج؟ اذا كان هو الهدف بس يبقى هيحصل فيه طلاق، لان هتلاقي فيه سلبيات في الزواج. لكن اذا كان الهدف انا داخله اتزوج زوج يعني على تحقيق اهدافنا سوا، واحد زائد واحد يساوي ثلاثة ويساوي أربعة، ونقيم أسرة، نقيم أسرة، نربي أولاد صالحين يفيدوا المجتمع، يبقى هيبقى هنا زواج سعيد وناجح، بغض النظر عن وجود بعض السلبيات اللي موجودة في الزوج. وهو كذلك بعض السلبيات اللي موجودة في الزوج، هنقعد ونعمل حوار زوجي عشان نشوف إيه الأسباب اللي فيها خلافات. على فكرة يمكن في حاجة مثل بنضربه، عارفة السفينة بتاعت تايتانيك ليه خبطت؟ هو الـ القبطان لما شاف، هو شاف جليد من التلج كده، حتة تلج صغيرة، فهو قال هيعديها، لكن هو مش عارف ان ده جليد، ده تحته 90%، اللي فوق الظاهر بس هو 10%. احنا الافكار اللي عندنا 90% اللي احنا داخلين بيها للزواج، احنا بنشوف بس الافكار، انا داخله ليه، انا هتزوج ليه، هي دي 90% الافكار. طب 10% اللي هي السلوكيات بقى اللي انا هتعامل بيها. ما هو امر طبيعي اني انا كزوجه عندي ثقافه ومتربيه بطريقه معينه، والزوج متربي بطريقه معينه، في يعني بيحصل صدام ما بين أسرتين. عشان كده احنا بنقوله بيبقى فيه، لازم يكون في دورات قبل الزواج كل واحد يعرف فيها كيفيه التعامل مع الايه النوعيات من الايه الازواج او الزوجات. يبقى هو يتعلم وهي تتعلم، ويعرف احتياجاته ويعرف احتياجات الاخر وكيفيه التعامل معاها. ده قبل ما نلجا لمحكمة الاسره. ده قبل الزواج كمان. طب ما حصلش ده، يبقى دخلنا الزواج بقى فيه سلوكيات اللي حضرتك بقى بتتكلمي عليها دلوقتي، سلوكيات سلبيه من احد الطرفين. طيب خليني السلوكيات دي بقى 10%. طيب. ازاي نعالجها؟ طيب خليني اسال استاذه منى سلامه. استاذه منى، انت من وجهه نظرك، هل لو في اتنين، انت حضرتك محاميه، لو في اتنين جايين لك علشان خاطر، او واحده ست جايه لك خلاص انا عايزه اتطلق، الراجل ده نكدي منكد عليا، السؤال الاولاني اللي انت بتساليه لها ايه؟ وهل بيبقى في محاوله منك ان انت تصلحي ما بين الحاله، ولا بيبقى خلاص هو انت ده بتاخديها على انها حاله او انها شغل وخلاص؟
اولا انا بحييكي على الموضوع الجميل، موضوع الطلاق وحمله ما تتطلقيش، لان فعليا في مصر بيوتنا كلها بقت مهدده. احنا زمان كانوا بيحسدونا على ان احنا عندنا اسر، صحيح بره ممكن بتقيم علاقه غير شرعيه راجل وست وتحمل وتخلف، وبعد كده يبتدوا يفكروا ان هم يتجوزوا لان هم عارفين قيمه تكوين الاسره. احنا كمصريين بنرجع لورا، تمام؟ يعني مثلا سنه 2017 كانت عدد الحالات المسجله 198 الف حاله طلاق، تمام؟ دخلنا في 2018 عدينا ال 250 الف حاله طلاق، مع تراجع نسبه الزواج. يعني 2000 مثلا و17، لا يعني انا مش هديكي يعني لان انا مش جايبه البحث ده معايا، لكن فعليا 2017 ده كان مثلا لو هنقول 200 الف، 2018 ربع تقريبا. انت بس هتلاقي مثلا ال 100 الف دولت اللي اتجوزوا منهم هتلاقيهم 50، هتلاقيهم 60. بيوتنا اصبحت في خطر واصبحت مهدده بالسلوكيات، غير بقى ان جوز نكدي وان هو خاين وان هي نكديه او ست خاينه او ست مش كويسه او تصرفاتها وحشه، لا احنا اصبح في حاجات تانية بتهدد بيوتنا. الانترنت والانفتاح والعولمه اللي احنا فيها والانفتاح على ثقافات الاخرين، احنا بقينا نبص بس على التفاهات. صحيح. يعني الحاجة اللي بيقولوا عليها الترند اللي طالعة جديد، الولد لما بيجي ويكسر رجله على الأرض ويديها الخاتم بتاع الجواز، بنات مصر عايزة كده، عايزة سقف توقعاتهم عالي جدا، سقف توقعاتها عالي أعلى بكتير من اللي هو اللي بيفكر فيه. يعني أنا عايشة في حياة وهمية. أيوة. عبر الفيسبوك، عبر التويتر، عبر أشوف الممثلين، الكلام ده كله، بعد كده بتصطدم بالواقع، مفيش الكلام ده. أنا داخلة أفتح بيت، يعني اكون اسره، عايزه اخلف، عايزه يبقى لي اولاد، عايزه يبقى لي سكن ودار ارتاح فيه، مامن ليا. الراجل نفس القصه. انا بقى لي كام يوم بتكلم مع البنات في موضوع الجواز، وبنقول قبل الجواز ما تتسرعيش، مش لمجرد ان انت عايزه تتجوزي هوب اي عريس والسلام، لا. هو ده اللي بيحصل دلوقتي علشان ارتفاع مش عارف لا انا عندي تعيشي، انا عندي تعيشي ست من غير راجل او بنت من غير راجل، وناجحه في شغلك وقادره تحققي ذاتك ومنتظره الفرصه الصحيحه، مش لمجرد الجواز وخلاص اروح ارمي نفسي في حياه وبص الاقيني خلفت وبظلم اطفال معايا. لا، العقل، العقل زينه. فلا يعني احنا عندنا غير الحالات بتاعه الخيانه والكلام ده كله، الحاجات اللي هي العيوب المتعارف عليها، لا احنا عندنا كم من الحروب على الوطن العربي وليس مصر فقط لهدم الاسر. وانا عايزه اقول حاجه، انها خطه ممنهجه علشان يهدموا الاسر. انا ابويا، انا عايزه اقول حاجه لكن اخشى ان انا في قناه، لكن انا مش هذكر اسماء، في احدى المذيعات ظهرت علينا دايما، هي داخله هي بتربي في الراجل، بتاول بنت وبتربي في الراجل بدون ذكر اسماء عشان ما بقاش انا بعيب. لا عشان ما بقاش بعيب، كل شخص له توجهات. لكن ابتديت لما اتابع الموضوع ونتفرج على الفيديوهات واصدقاء ليا بيوجهوني يقولوا لي دي بتقول مش عارفه، لا او احنا مش عايزين يعني نتكلم عن حد بعينه هدم. علشان لا دي بتتكلم في هدم. انا ما شفتش مثلا لو جوزها اتخانق معاها او زعلها اديله بالجزمه. لا، على فكره مهما اتقدمنا ومهما بقينا ستات مجتمع، الست ست والراجل راجل طبعا، ده اساسي. واحترام الزوج، احترام الزوج وتقدير الزوج وطاعه الزوج من طاعه الله سبحانه وتعالى. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، النفس البشريه يعني اكبر بكتير من ان احنا نحتويها في موضوع. يعني ممكن هي تكون يعني الاستاذ اللي حضرتك بتتكلمي عنها بتتكلم في شق معين، اللي هو الرجاله اللي بيبقوا مفتريين قوي، اللي بيبقوا واخدين يعني طبعا ده في ناس كتير جدا كده. لا انا ما شفتش في كلامها نوع من انواع الاحتواء. يعني مثلا هي كل التجارب عندها
وقد قتل خلاص اني خلاص ما دام في مشكله يلا خلاص طلقي ما تكمليش. لا ما احنا النهارده جايين نقول ما تطلقيش علشان احنا فعلا دي مبادره مننا ان احنا نحاول نحافظ على كيان الاسره المصريه. عايز اقول لك احنا يعني انا ابويا الله يرحمه عاش مع امي 35 سنه بكل عيوبه بكل المشاكل اللي كانت فيه وفيها طبعا، بس طبعا يعني زمان انا عايزه اعرف ليه كانت ست وراجل عندهم قدره وصبر كبير قوي كده ان هم يتعايشوا مع بعض، النهارده ما فيش. يعني ليه يعني موروث ثقافي، نقدر نقول ده موروث ثقافي. كان زمان كانت الجده كانت بتربي الام على ان هي لازم تستحمل، وان هو الراجل اللي هي كان ايام سي السيد وكده ولازم تستحملي، والست تعشش والراجل يطفش وكده. أيوة. الحاجات اللي هي ديت، وكان الراجل ممكن يتجوز اثنين وثلاثه واربعه وهي تفضل عايشه اكتر كلام منطقي يعني. فهي خلاص كانت بتنفذ ده، صحيح. هي كانت بتنفذ ده. ما كانش فيه التعليم، ما كانش فيه التعليم زي دلوقتي، ما كانش فيه المراه بتتعلم وبتخرج للعمل، فبقى فيه تغيرات. ما كانش فيه انترنت وما كانش فيه فيسبوك. هو ده اللي عامل المشاكل كلها. هو لا، احنا اللي بنستخدمه غلط. احنا اللي استخدمه غلط، لكن هو مفيد جدا، وتقدري تعملي بيه حاجات كتير كويسه، تنمي من الشخصيه، تنمي الاولاد وتنمي الزوجه وتنمي الزوج. لكن احنا بناخد جانب معين بس، هو اللي هو الشاتنج ونتفرج على بعض الحاجات. ما هو انا عايزه اقول لها حاجه، يعني احنا لو هنتكلم عن اسباب الطلاق بس ناخد الاول الاتصال ده. الو الو، مساء الخير. اهلا، مساء الخير. ايوه محمد، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيكي، مساء النور. الله يخليكي. استاذه منى منوره الشاشه يا فندم والضيفه اللي معاكي. بنورك يا رب. حبيبتي بنورك، اتفضلي. بنتكلم عن مشكله الطلاق، وامتى الست تطلق وامتى الست ما تطلقش. والله انا شايفه لما الراجل يقصر في مسؤولياته يبقى من حق الست ان هي ترفع يعني تطلب الطلاق. اولا برضو لما بتيجي سواء بيبقى طلاق او خلع، مش بنطلب كده يعني بدون فراغ. لما بنلاقي الراجل تخلى عن مسؤولياته وتخلى عن دوره كراجل في تحمل المسؤوليه ورعايه البيت، فبالتالي خلاص الست بتبقى راجل وبتبقى ست، فمش محتاجه. يعني حضرتك يا ام محمد شايفه ان الراجل اللي مش بيشيل مسؤوليه ده الراجل لازم يتساب، وممكن ان احنا ما نحاولش ان احنا نصلح فيه او نلاقي حلول بديله وخلاص نطلب الطلاق فورا؟ يعني هو ده الحل الاولاني ان احنا نجري ما نحاولش ان احنا نصلح فيه؟ برضه نتطلق فورا، بس اكيد مش بنصل لمرحله الطلاق من اول مره. اكيد بنحاول مره واثنين وثلاثه، وحينما مش بنلاقي في فايده من التغيير، لا، بنلاقي ان الطلاق هو احسن الحلول. كل واحد بقى يشيل مسؤوليته. انا شايفه ان في ستات كتير للاسف شايله مسؤوليه كمان بيتها وازواجها. يعني انا شايفه معلش ان برضه معظم الرجال في مصر تخلوا عن دورهم كرجال وعن مسؤولياتهم في رعايه الاسره. يعني احنا بنتكلم دلوقتي عن الزوج المدلل اللي هو ما بيحبش يشيل مسؤوليه. على فكره يا فندم، على فكره مش حكايه زوج مدلل، انت هتلاقي رجاله مصر كلها يعني اغلبهم بنسبه. لا حرام نعمم، لا اكيد حرام نعمم، يعني حرام نعمم اكيد. في بصي، هو الوحش كتير بس برضو الكويس كتير، لكن هنعمم على كل الناس هنقول مش شايلين مسؤوليه؟ لا مستحيل، لا اكيد. لا طبعا في كتير شايلين مسؤوليه. تعرف زوجته تنزل تشتغل، هي شوفي حضرتك مين اللي بيودي مدارس الصبح، شوفي حضرتك المواصلات كم السيدات والموظفات اللي بتروح الشغل، وفي الاخر بترجع اخر اليوم هي اللي تظبط البيت وهي اللي بتذاكر للولاد وهي اللي بترعى مسؤوليه البيت. هو معلش، هو ان كان بيشتغل مره او اثنين بيت كتير برضه بيرجع ما بيعملش حاجه. لا، الست بتشتغل ممكن اكتر من شغلانه وبترجع برضه ترعى مسؤولياتها. طب ما دي تبقى مشكلتها يا ام محمد، ان انا دلوقتي كزوجه لازم اخليه باللين طبعا بدون عنف. انا بشكرك طبعا على اتصالك، اتفضلي. لكن انا شايفه ان وجهه نظري لو باللين احنا الاثنين نحاول نقسم مسؤولياتنا. هو راجل مش بيحب يشيل مسؤوليه او اتربى على كده، انا بيبقى في لغه حوار ما بيني وما بينه علشان احاول اصلح من السلوك ده. ناخد الاتصال الثاني. استاذ محمود، الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا استاذ محمود. اهلا وسهلا بحضراتكم، واهلا بالاستاذ الافاضل الموجودين ضيوف على الحلقه. شكرا لك. اهلا وسهلا بحضرتك. انا احب اشارك بكلمه بسيطه، يعني ان الست المصريه هي ست بتتحمل اكثر من اي ست على مستوى العالم. وبتؤدي دورها على اكمل وجه. والله. حتى وان حقيقي. كان في الاجيال الجديده بعض المشاكل، الا ان التجربه المتكرره يعني بيحصل حالات طلاق، لكن بيحصل زواج تاني، يمكن بيكون الحال افضل من ذي قبل لما بيحصل نضج.
والله ده النصيب يعني، ممكن يكون الجواب الثاني يعني كويس، مش ما حدش عارف. انا بس حابب اقول ان فكره ان الست تتجه الى الطلاق اصلا ده اكيد بيبقى بعد معاناه كبيره، لان الست بطبيعه الحال مدركه ايه اللي ممكن يحصل في حاله الطلاق من هجوم مجتمع عليها وكلام عليها وتلقيبها وتصنيفها وتحديدها في لفظ مطلقه، وده شيء موجع جدا. فالست بتفكر مره لا، ما هو الكلام ده يمكن كان زمان، لكن دلوقتي بقى لقب مطلقه ده لقب عادي جدا. كلمه عانس دي كانت بتوجع، لكن دلوقتي عادي جدا. شكرا يا استاذ محمود لاتصالك. لكن بغض النظر عن اللقب اللي بتحصل عليه الست بعد الطلاق، المشكله مش في كده، المشكله في الجحيم اللي بتواجهه في انها تحصل مثلا على حقوق اولادها. مظبوط الكلام ده ولا ايه؟ يعني انا دلوقتي محاكم الاسره مليانه ناس علشان خاطر النفقه، عشان كل 4 دقايق في حاله طلاق على فكره، دي نسب كل 4 دقايق حاله طلاق، كل 4 دقايق حاله طلاق. المحاكم فعلا مليانه بحالات الطلاق، زي ما الاخت الاولانيه المتصله اللي قالت المراه بتشيل، ايوه، والاستاذ برضو بتشيل المرأة بتتحمل، المرأة بتتحمل يمكن فعلا اخطر. طب ليه الست بتاعت زمان يعني ما كانتش بتتحمل؟ يعني الست بتاعت زمان ما كانتش بتتحمل؟ الست بتاعت زمان كانت بتتحمل وكانت بتشيل وكانت بتستر وكانت بتعشي زي ما حضرتك قلت يا استاذه في الاول، ما كانتش بتطفش. صحيح، تمام. عندنا حالات المحاكم، محاكم الاسره، محاكم الاسره، وانا بقولها وانا كل ثقه بنسبه 90% ادت الزوجه حقوقها. صحيح كده، وادت المنفصله حقوقها. معلش، علشان كده الست بقت تلجا للطلاق. صح، كله خلينا ناخد اتصال وزعلان بتتعذب. احنا عندنا حالات فخدعوك فقالوا ان انا واخد سنوات، انا واخد حقي عن طريق محكمه الاسره. انا باخد كل حقوق السيدات معايا، اقسم بس بالله. بس على فكره خدعوك استاذ هناء في التنفيذ. الو الو، الاتصال اتقطع. كلمينا مره ثانيه يا استاذه هناء لو سمحت. طيب، يعني انت شايفه من وجهه نظر حضرتك اني انا دلوقتي كمطلقه علشان اخد حقوقي يا فندم، انت بتبغضي الحياه وبتبغضي الزواج ده 7 شهور بتبقي متطلقه. ايوه، في الخلع زمان، زمان الخلع. يعني قبل موضوع الخلع والكلام ده احنا كنا ايه، بنقعد بثلاث اربع سنين علشان تحصل فقط لغير على حكم طلاق. طيب انا هاخد الاتصال ده. استاذ عزه معايا. الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك. انا كنت عايزه اسال بس على رايكم في الحظر الغائب، يعني موجود معلش انا مش موجود ليه؟ معلش ادي السؤال مره ثانيه. الو، الحاضر الغائب، الزوج الحاضر الغائب اللي موجود. أيوة. ومش موجود. ايوه، يعني مؤلم. يعني هو موجود. ايوه، يعني انا متجوزه بقالي 15 سنه، بقالي 20 سنه والفرق بيني وبينه 15 سنه. تمام. بس هو يعني موجود، يعني ساعات الولاد بيقولوا لي هو بابا هنا، يعني بيبقى موجود، حتى الولاد ممكن ما يعرفوش ان هو موجود اصلا. يعني عايزه حضرتك تقولي لي ان هو منعزل عنكم مثلا، صح كده؟ ايوه ايوه. اسال على حاجه بس. طب من فضلك ما تقطعيش يعني الخط عشان معانا استاذه منى عايزه اسالك على حاجه. استاذه ايه هي؟ استاذه عزه، صح؟ ايوه ايوه. أيوة. طيب استاذه منى عايزه تسالك سؤال. ازيك يا استاذه عزه؟ اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. هل انت اتكلمتي مع زوج حضرتك قبل كده في موضوع انه وجوده اشبه بالعدم في البيت؟ اتكلمت كتير وقلت كتير وما فيش فايده. يعني انت بتتكلمي بتوجهيه في ناحيه ايه بالظبط؟ يعني هل ناحيه عاطفيه رومانسيه، ولا ان هو مش موجود في البيت والولاد ما بيحسوش بيه؟ يعني الاثنين. طب انت ليه ما فكرتيش ان دي ممكن اصلا تكون حاله نفسيه عند الزوج؟ فكرت بس هعمل ايه، ما انا مش عارفه. يعني انا قلت لا، ما يعني انا مش ليه، انا بالنسبه لمعاملته ليا انا، يعني ما بيقوليش كلام حلو خالص، ولا حتى يعني لو عملت اي حاجه ما يقوليش مثلا تسلم ايديكي. غلبت معاه في الموضوع ده وما فيش فايده. هو لازم يعني قلت له كذا مره وما فيش فايده، يعني معاملته لازم يبقى في حوار زوجي. يقول لي ده كلام فاضي. طب انت ما فكرتيش ايه السبب في كده؟ يعني ايه السبب ان هو ولد؟ يعني معتبره كلام تافه، يعني ده كلام تافه في الثقافه وفي يعني دي حاجات تافهه عاديه كده يعني. طيب هي يعني متطلبات المرحله عندها، غير متطلبات المرحله عنده.
انت بتتكلمي في فرق 15 سنه ما قعدوش مع بعض يمكن علشان خاطر فعلا الفرق العمري. عموما انا بشكرك يا استاذ عزه، شكرا لاتصالك. عدم التكافؤ في السن صحيح بيعمل مشاكل، عدم التكافؤ في الثقافه بيعمل مشاكل، هو في حته وهي في حته تانية خالص، في التعليم احيانا، فبيعمل ده بيعمل مشاكل كتير. بس على فكره برضو مش شرط، لان بيبقى في زيجات كتيره جدا فرق السن اكتر من 20 سنه وبتبقى زيجات بيقعدوا يتفاهموا. لا ممكن يتفهموا. بصي دايما الحاله الماديه للراجل بتفرق. يعني لو الراجل ده مرتاح ماديا وهو سنه كبير بيبقى مقبل على الحياه، يروح يتجوز واحده تانية، يتجوز ثانيه وثالثه، يتجوز عليها واحده ثانيه. تمام. دايما الحاله الماديه بتفرق. يعني انا اعتقد ان اعتقد والله اعلم ان زوجها حالته الماديه متوسطه وممشي البيت على القد، ممكن فهو بي 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 بيفكر هو بيفكر هيمشي الدنيا ازاي وهي اكتر من انه عايزه تعيش حياتها وهي عايزه الاتصال ده. استاذ محمد مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيكي. انا دلوقتي يعني انا بتكلم بالنسبه، يعني انا اصلا فلاح، مش يعني مش متعلم فلاحين. ولا حاجه. لا طبعا على راس. بس يقول منين الاول؟ بالنسبه لنفسي. طب قول محافظه ايه يمكن نطلع من دي الاول، مش فلاح وخلاص. بتكلمنا منين؟ انا بتكلم من عرب درويش تبع مركز فاجوس. ماشي، اهلا وسهلا. انا بتكلم يعني بالنسبه يعني لست البيت، ان هي يعني يعتبر هي كل حاجه اصلا. الله يعزك، متشكرين قوي. يعني ايه كل حاجه يا استاذ محمد؟ انا بتكلم هي كل حاجه، يعتبر هي مرت الواحد وام الواحد وام كل حاجه. يعني هو شايل، انت بتساعد زوجتك في 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 اي حاجه في المسؤوليات اليوميه بتاعتها؟ بساعدها يعني هي، انا لو شفتها مثلا تعبانه مش عيب ان انا اعمل مكانها كل حاجه. طب انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ والله العظيم بتكلم بجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله، يعني برغم الدعوه يعني وبرغم كل ده كان في مهنه اهله. يعني مش انت يعني انت مش مثلا لو لقيتها ان هي مقصره في حاجه هتقوم تتخانق معاها وتزعق لها وتعرفها ان هي مش كويسه وان هي ما عملتش خير في حياتها معاك قبل كده؟ لا، هو بالنسبه للست اصلا يعني لو هي غلط برضو، لو هي غلط المفروض برضو ان الواحد يتحملها. صحيح. ما هو ده موضوع حلقة ان احنا نتحمل السلبيات السلوكيه في كل من الزوج والزوجه وخاصه الست. وماشي، يعني احنا حياديين. لا والله مكالمة محترمة وجميلة. احنا متشكرين جدا جدا يعني لاتصالك وشكرا على رايك ده. فعلا احنا فعلا يعني اي حد عنده صفات ايجابيه عادي احنا بنتعامل معاه بمنتهى الحب والود، لكن نيجي بقى عند الصفه السلبيه وايه وبيقولوا العقده في المنشار، صح كده؟ لا بس الناس بص العلاقه لما بتبقى علاقه مبنيه على حب او على ود والفه تمام، لا هنعدي لبعض. صحيح. هيجي جوزك هتقولي له انت عملت واتخانقت معاه وانت زعلتيه وحصل خلاف بينك وبينه، مجرد ما يجي يصالحك بيبقى الصلح ده احسن من يعني علاقتك بيه بتبقى بعد كده احسن من اللي قبل كده. صحيح. لكن علاقه كلها مشاحنات، انا مستني لك على غلطه، انت مستنياني على غلطه. دي بقى النقطه اللي انا عايزه اتكلم مع حضرتك فيها ومع استاذه امل، في اني ازاي ابدا لغه حوار او يبقى في لغه حوار، ازاي اوصل لنواه المشكله قبل ما ابتدي اشكي. بس ناخد الاتصال ده. استاذه عطيه صح كده؟ الو. ايوه ايوه استاذ عطيه. الو. ايوه يا فندم معانا، اتفضل. بس من فضلك اقفل التلفزيون، اسمعنا من التليفون، وطي التلفزيون. ماشي يا فندم. مع حضرتك، اتفضل. انا بحب اشكركم جميعا والله وان يعني المفروض كل راجل يعامل زوجته معامله طيبه، يعني لان الدنيا اصلا مش مستاهله حد يزعل حد ولا كلام من ده، يعني الاثنين يفهموا بعض ويحبوا بعض ويعيشوا على ثقه بينهم كده وبين بعض، تلاقي الحياه عايشه جميله جدا و100 صحيح. والله يا استاذ عطيه حضرتك عندك حق، انا بشكرك على رايك واتصالك، شكرا جدا. استاذ عزه معانا. ايوه مع حضرتك. اهلا وسهلا استاذ عزه، اتفضلي.
انا لما كنت بكلم حضرتك من شويه انت دخلتي معانا تاني، اهلا وسهلا بيكي، كويس انك عرفتي توصلي لنا. اهلا يا استاذ عزه، اتفضلي. عايزه بس اقول لحضرتك يعني هو زي ما الاستاذه المحاميه بالظبط قالت، يعني هو بيفكر برضه في المساله الماديه، بس انا مش عارفه اعمل ايه، يعني هو لو عارف يتعامل معايا ولا ما عارف يتعامل معايا. انا هقول لك تعملي ايه، انا اعمل ايه، انا انا هقول لك تعملي ايه. طيب معانا استاذه منى واستاذه امل، هيقولوا لك تعملي ايه، بس احنا عايزين نسالك برضه يعني سؤال صغير، هل فعلا المسألة المادية هي مسيطرة على تفكيره، أو المشكلة المادية مسيطرة على؟ أنت قطعتي معنا الاتصال، ومعنا اتصال تاني مع أستاذ سيد البحيرة، اتفضل أستاذ سيد. ألو فندم. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. مساء الخير يا فندم. مساء النور أستاذة حضرتك. يا أستاذ سيد توطي التلفزيون وتسمعنا من التليفون. ألو نشكر حضرتك يا فندم على اللقاء الجميل. شكرا يا فندم، احنا بنشكرك على تواصلك معانا. ماشي، الاتصال اتقطع، احنا بنشكرك طبعا على اتصالك. كنا بنتكلم عن موضوع عزه، ودلوقتي لو هي عندها مشكله مع جوزها وممكن المشاكل الماديه مسيطره، بس في نفس الوقت هي مش عارفه تعمل ايه. هي اهم حاجه بين الزوجين انه يكون في بينهم حوار. تمام. ويكون في تقبل للاخر. انا النهارده عندي مشكله معايا، وخاصه مثلا في الموضوع الجانب المادي. طيب. الفلوس انت بتصرف ما بتصرفش، الفلوس مش مكفيه، فلازم نوع انا عايزه اقعد معاك عشان نناقش موضوع معين. طب ما تتكلمي. طيب. لا انا مش هتكلم دلوقتي، انت اختار وقت يكون انت رايق فيه، يكون انت يعني مرتاح فيه، عشان احنا لو اتكلمنا في اي وقت ممكن يحصل في مشاكل. طب ايه الموضوع اللي، طب هنقعد بس انت حدد الميعاد ممكن ايه، والمكان كمان، طب ممكن نقعد بعد العشاء بعد ما الولاد. طب فرضا هو ما استجابش، خلاص هنقعد. قال ايه؟ طب لو ما استجابش بقى انا اعمل ايه؟ طب مش هيستجيب انا اعمل ايه؟ ما هي لازم، هي لازم تشوف وقت، ما ينفعش وهو جاي من الشغل تعالى في مشكله. لا لا، هو هو عندي. هو عامل، لا عامل الوقت فعلا مهم، مهم مهم جدا الوقت، عشان هي ما يصطدموش مع بعض، ما يحصلش الايه التصادم، لغايه لما تلاقيه خلاص في هو متقبل لان هو يقدر يناقش معاها الموضوع. طيب لما ناخد راي استاذ هنا بس بعد الاتصال. الو مبلال معانا من الشرقيه. الو ايوه يا فندم اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام مبلال، ازيك؟ الاتصالات كلها منورين الشاشه والله. الله يخليكي، ده نورك، تسلمي. كويس، عندك سؤال ولا حاجه؟ ايوه لو سمحتي، جوزي بيبقى يعارك معايا على طول وانا ما بعملوش اي حاجه، مثلا يبقى يزعق لي ويطردني من البيت. طب انا عملت الاكل ده كله بدون سبب خالص؟ من غير سبب. يعني انا حاليا متعاركه انا وهو، مش عايز نطلع، مش عايز نمشي، مش عايز ناجي. هو متزوج من اخرى؟ مثلا اروح عند الدكتور. لا، في زوجه تانية. متجوز حد غيرك؟ لا لا ما عندوش. طيب انا عايز اسالك سؤال، هل الموضوع ده جديد؟ يعني دي حاجات طرقت على شخصيته، ولا هو طول عمره كده؟ هو طول عمره كده. طول عمره كده. اه طب كان كده قبل الزواج ولا ايه؟ هي طبيعته كده، ما يعني مثلا ما خلينيش اكلم اخواته. انت اهلك فين؟ انت اهلك فين؟ فين اهلك؟ بتقولي فين اهلك؟ والدك عايش؟ جنبية برضه في نفس البلد. في لغة حوار بينه وبين اهلك؟ يعني هو بيتقبل النصيحة من اهلك؟ لا لا، هو مش بيتقبل حتى، هو يعني في حد كبير عنده ممكن تتكلمي معاه؟ يعني مش بيخلوهم، وهو متسلط، مش عايزك تخرجي، مش عايزك تدخلي، مش عايزك تكلمي حد، هو بس عايز يفرض سيطرته عليكي وبس وخلاص بدون سبب. ايوه ايوه، المهم ان هو يعني ان هو يتحكم فيا، وان ده صح وده غلط، وانا ماليش رأي. طبعا انا مش كده. انت مش حابه ده، انت شخصيه، انت عندك، انت حابه ان انت يبقى ليكي شخصيه، وحابه يبقى ليكي راي في مكانك وفي بيتك، وهو مش مديك الفرصه دي، مظبوط؟ طبعا. طب هو رايه ايه؟ شكرا لاتصالك. هو رايه ايه في ده؟ ما هو يعني ليه بيعمل ده كده؟ راجل متسلط عايز يعيش حياه السيد. لا ده نوع بس من على فكره في، معلش لا ثانيه واحده، عزه كلمتنا مرتين، فلازم نحل المشكله الاول. ما انا هنقول إيه؟ لعزه، هنقول لعزه هي لازم، هكمل بس لحضرتك النقطه دي، ان هي لازم تقعد معاه وتقول له ان في مشكله عندنا في الناحيه الماديه. طيب نحلها ازاي؟ هنحل دي ازاي؟ هيقول لها والله انا بنقبض 4 قروش، انت المفروض ان انت هتمشي بدول، طب انا هعمل ايه؟ طب سريعا كده نسمع راي استاذه منى في الموضوع برضو لو انت عندك وجهه نظر. بصي يا استاذه عزه، انا معاكي على الهوا اهو، واختي ليكي. حل جوزك زي كده بالظبط، كانك بتعملي سياسه وتطبيع. شفت كده لما الرؤساء ولا السياسيين بيحاولوا يطبعونا، لازم تستخدم معاه سياسه التطبيع. يعني اللي هي ايه بقى؟ اللي هي ايه بنتي بقى بالبلدي؟ أيوة. كده
انا جوزي النهارده بنفس الوضع اللي هي حكت عليه عشان ما بيعبرنيش ما بيكلمنيش. يبقى الحل ان انا افضل ست لطيفه. الحل ان انا مجرد ما جوزي يتغدى ويريح ويقوم يلاقيني قاعده محضره قاعده حلوه، جايبه شويه فاكهه، جايبه شويه شاي، قاعده بيحب الفيلم اتفرج معاه الفيلم، بيحب الماتش يتفرج اتفرج معاه الماتش، تافه احترم تفاهته، عنده موهبه احترم موهبته، افرض عليه شكل الحياه دي. طيب ماشي، هي وجهه نظر بس يعني نفذي على لا لازم افرض عليه شكل الحياه. في حد ممكن يفرض عليك شكل الحياه النكد؟ طيب ما ممكن يكون هو عنده مشكله نفسيه اساسا ومحتاج ان هو يلجأ لاستشاري نفسي. ما هو الاسباب اللي بتخلي بصي 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 المحبه، المحبه مفتاح حل لكل الازمات. هي وجهة نظر انا بحترمها. الحب فعلا الحب فعلا وان طال وان طال يعني وان طال الوقت النهايه بتاعته واحده، ده نهايته محتومه. ما دام بتحبي وعندك ايمان انك عايزه حياتك كويسه بالحب هتحلي. صحيح. احنا بس معنا اتصال تليفوني، مين معنا على الخط؟ مين؟ الو استاذ سيد. ايوه استاذ سيد، مساء الخير. مساء الخير يا فندم، والله منورين الشاشه. الله يخليك، يسلم ذوقك، شكرا. وحياة ربنا يا فندم، انتوا بتتكلموا في موضوع في غايه يعني اهم حاجه وقسما بالله. طيب الحمد لله انتوا مشجعينا. انا بنشكر حضرتكم بصراحه، لقاء جميل والله. الله يخليك فايز. والمفروض يعني يا فندم ان يعني كل واحد يساعد في حياته مع الست بتاعته. صحيح. الحياه تكون مستقره، مفيش طلاق، مفيش الحاجات اللي بتحصل اليومين دول. طبعا ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه النهارده، وهي دي حملتنا النهارده، ان احنا بنقول ما تتطلقيش. في اكيد مليون وسيله ان احنا نلجا ليها قبل ما نفتح الباب ونطلب الطلاق. شكرا ليك ولاتصالك. معنا اتصالات تانية؟ مفيش. طيب كنا بنتكلم بقى عن ام بلال اللي كانت بتقول انا جوزي سيد فارض سيطرته عليا، مش بيديها مساحتها خالص الشخصيه. الحل ايه؟ بصي للاسف انا بعتذر لو كنت هتتكلمي، بس هي للاسف في حالات لازم تبقى واقع احنا ما نقدرش ننكره. في الارياف حتى الان وفي صعيد مصر وفي ربوع مصر، في الحتت اللي كلها منغلقه اللي كلها ريف، الحالات دي صعب السيطره عليها في وجود او في عدم سوري في عدم وجود رقابه واحترام للكبار. احنا في الارياف لما ابنك بيجي ياخد بنتي واحنا كبار عيله، ابني وبنتك هيحترموا بعض في القعده بتاعه الكبار. انا سالتها ابوكي موجود؟ قالت اه. طب في لغه حوار بينهم وبين بعض؟ قالت لك لا. طب ما يمكن مش ده العرف اللي موجود عندهم يعني. الريف ممكن بصي يا ست الكل، الريف ريف على كل الناس، الريف ريف. بس احنا دلوقتي فعلا بقينا واخدين زي عارفه الصاروخ اللي بننزل بيه لتحت. حتى في الريف عندنا الـ 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 الاخلاق والمبادئ ما بقتش زي الاول. صحيح. طيب بس ده يخلينا حسب هو اتربى ايه يا استاذ. هي هتبصي هتلاقي مفيش تعليم. هتلاقي مفيش تعليم. هتلاقي مفيش فلوس. هتلاقي الحياه على القد. طب هي بتقول لك هو طول عمره كده. طب يعني تعمل ايه يا الحل؟ طب الحل ايه مثلا؟ تطلب الطلاق مثلا؟ لا ما تطلبش الطلاق. هو الطلاق ده بيبقى اخر مرحله، يعني في مقدمات كتير جدا قبل الطلاق، والمفروض ان ده يبقى اخر حاجه. لكن في لا شك ان في حالات لازم نقول لها اتطلقي، ولازم تكون فيها حالات يعني بعض الحالات اللي ما ينفعش فيها، بيأذيها بيشتمها بيهنها قدام ولادها. فما ينفعش ما ينفعش. هنا انت هنا بتربي جيل كمان عنده عقد نفسيه، ممكن تلاقي اطفال يمشوا من البيت لان هو في خلافات زوجيه، الراجل نكد، في مشكله في مشكله كبيرة. فما ينفعش، احنا كده بنهدم اسره وبنهدم مجتمع. يعني اذا كان الزوج الحالات اللي احنا بنقول لهم لازم يتطلق او القانون بيساعدهم على ان هم يتطلقوا، اذا كان في تقييد للحريه مثلا للزوج حوالي ثلاث سنوات، اكتر من ثلاث سنوات فاكتر، فبعد السنه لازم هي تتطلق. دي ما تقدرش تقولي فيها حاجه اذا هي اذا هي عايزه ده، لكن لو مش عايزه ده وهتستناه لغايه ما يطلع من السجن فما فيش مشكله. طيب هناخد يعني حلول ثانيه للراجل النكدي. راجل النكدي بس بعد ما ناخد معلش هناخد اتصال الاول. استاذ علي مساء الخير. من كده يا باشا. اهلا وسهلا استاذ علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من هنا. اتفضل يا استاذ علي، معاك سامعينك. منورين الشاشه. الله يخليك، ده نورك، تسلم. الله يبارك فيك. انا متزوج ليها خمسه،
125 سنة ما شاء الله. ربنا يزيد ويبارك ان شاء الله. بس انا هطلب منك طلب. اتفضل. اسمعنا من التليفون ووطي التلفزيون لو سمحت. حاضر. شكرا. ما شاء الله يعني ابتدت الناس اللي هي تبقى معانا وفي الموضوع جدا. 25 سنه ما شاء الله. اتجوز معايا 7 اولاد ما شاء الله. ما شاء الله ربنا يخلي يا رب. واغلبيه سافر يخاف في الخليج وباسط عيالي وتمام التمام. اليمين دول لي 5 سنين في اشكال وبشتكياني في محكمه الاسره. يعني بعد 25 مرات حضرتك شكاك في محكمه الاسره؟ محكمة الأسرة وصحت حالها من غير ما أكلمها ولا أي شيء. عملت فيها إيه حاجة؟ طب أنت وصلتها لمحكمة الأسرة ليه؟ يعني هي راحت فجأة كده من باب للطاق؟ الحالة بعد شهر ونص كده بعثت لها ناس جيدة وبتاع. ما بعد كده لقيت شفا رفع عليه هي بتشتكيك. أيوه هي بتشتكيك إيه؟ يعني هي راحة ترفع عليك خلع ولا طلاق ولا نفقة ولا إيه؟ لا نفقة معايا 3 أولاد صغيرين. يبقى أنت ما بتصرفش حاجة. استنى دي الزوجة الثانية؟ لا زوجة واحدة اياها. يعني هي مراتك رفع عليك نفقة، رفع عليك قضية نفقة بعد 25 سنة جواز؟ بعد 25 وأغلبية حوالاتي على نسايبي وهي دولار. طب أسألك سؤال وتجاوب بصراحة. محدش شايفك أهو. أنت بخيل معاها؟ ما تديهاش فلوس؟ أنا فلوس على الحوالات كلها باسمها. طب إيه بقى؟ إيه؟ هو لا لا يعني هو مسافر بره وبيبعت كل الحوالات باسمها هي. باسمها باسمها واسم ناديه. ناديه؟ مين؟ ناديه دي بنتك الكبيره؟ ماشت 13/5/2019. بس واضح يا حاج ان في ما هو ما ينفعش الست تروح على محكمه الاسره ترفع عليك قضيه نفقه وما فيش سابقة خلاف بينك وبينها. يعني هي ما كلمتش معاك، ما كانش في لغة حوار بينك وبينها في الأول وقلت لها لا مش هتشوفي مني حاجة؟ كان أخوها رافع يده عليا أصغر صغير. عليها أخوها. طب أنا زوجك مخلف 7 أخوك يرفع علي يده؟ لا ما يصحش طبعا. لا عيب. طب هو رفع يده عليك ليه يا حاج؟ انت ضربتها؟ شكرا الخط قطع. يعني شكرا. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا، تدخل الأهل في المشاكل الزوجية نسبة كبيرة. هنتكلم نسبة في كبيرة. تدخل الأهل والسبب يعني وهم كسبب في الطلاق. بس بعد ما ناخد اتصال ميادة. ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا بيك يا ميادة. أنا ميادة عندي 23 سنة من الشرقية وأنا متجوزة بقالي 4 سنين. بس طولت الفترة دي منا مشاكل كتير وعلى طول مشاكل وخناقات عشان احنا يعني مش متفقين مع بعض. طب سبب المشكله الاساسي ايه؟ عرفتي تحطي ايدك على سبب المشكله الاساسي يا مياده؟ يعني المشكله هو مثلا بخيل شويه. بخيل؟ راجل بخيل ومثلا بيسمع للناس. مين الناس؟ الناس بقى مين؟ يعني الناس اهله مثلا ولا اصحابه ولا ايه بالظبط؟ وايه اللي بيدخل الناس في وسطيكوا اصلا؟ يعني انت اللي بتشتكي ولا هو اللي بيشتكي للناس منك؟ لا هو بيسمع لمامته. كنت عايزه اقول لك الفاتنات اللي هم بيقولوا عليه ابن امه. مفيش فايده. ابن امه. ايوه. طيب وعلى طول مشاكل وبيزعق فيه على طول. كل ما اجي اقول له مثلا في حاجات فكره مش عجباني يزعق فيه ويقول لي لو مش عاجبك نتطلق ومفيش تفاهم خالص. في اطفال؟ في اطفال يا مياده؟ ما فيش اطفال. طب انت كنت متجوزاه عن حب واقتناع وهو كمان ولا كان جواز صالونات كده؟ لا هو بصراحه كان متجوز قبل كده وانا وهو اول حد في حياتي. يعني هو بالنسبه لك اول زوج لكن انت مش اول زوج. لا جواز صالونات. معاه اولاد؟ طيب ما هي لا معهاش اولاد. هو طب لا هو معاه اولاد من الزوجه الاولى؟ ايوه هو معاه ولد. ولا. طيب انا عايز اسالك سؤال يا مياده، هل هو بخيل ولا هو غير مقتدر ماديا؟ يعني هل هو فعلا فلوس مقصره معاه؟ لا هو حالته كويسه. حالته الماديه كويسه لكن بيبخل عليك انت. ايوه. طب هل انت من ناحيه تانية بتصرفي على الرفاهيات كتير او مصاريفك اكبر من امكانياته او اكتر من الطبيعي؟ بس لا يعني لا خليكي صريحه وانت بتردي. والله العظيم بتكلم بجد. لا خالص انا عاديه جدا واللي انا بطلبه يعني مثلا مصاريف الدكتور يعني مثلا بتعالج
عندي مشاكل من ناحيه الخلفه. اه انت بتتعالجي علشان خاطر تخلفي، هو يعني مستخسر ان هو يصرف على الموضوع ده صح كده؟ هو ولد عنده فخلاص مفيش مشكله. اه يعني هو اشبع غريزته كاب وهو انت بتدوري انك تبقي ام، هو مش عايز او مش مهتم ان هو يصرف على الموضوع ده صح كده؟ ايوه والله ايوه، لدرجه ان انا بعت ذهبي عشان اعمل عمليه عشان الخلفه وكده، لكن هو مش مهتم ان هو يخلف منك. اه وجيت فتره في الموضوع ولا انا عايزه فلوس وكده، يقول لي انا ما معيش انا ما اعرفش، يعني كلامه باسلوب مش كويس يعني. طيب بعيدا عن مشكله الخلفه، هل في مشاكل تانية ما بينك وما بينه ميادة؟ ما فيش والله، هو المشكله بس ان هو يعني بخيل وبخل، ده مخليني زعلانه ومتضايقه منه على طول، بيخليني ساعات كده مش بطيء. ممكن ما يكونش بخل قد ما يكون هو خلاص، هو شكرا لك عليك يا ميادة، مش محتاجه اولاد، هي اللي محتاجه، انت اللي محتاجه يا ميادة ان انت تقولي له ان انا يعني نفسي ابقى ام وانت ساعدني، ولازم تقعدي معاه وتفهمي الكلام ده وتحسسيه بالحب وبالود يعني مش بالشده. وانت كويس ان انت طالما معاكي فلوس خلاص ماشي، تقدري تعملي بيها تروحي بيها عند الدكتور او كده، لكن لازم هو نفسه يحس لازم كمان إن هو يكون عنده رغبه ان هو يساعدها، يعني يساعدها على هديه هيديها لها في حياتها انها تبقى ام. لكن اللي هو البخيل دايما بيبقى بخيل في عواطفه، يعني هي لو علاقه فيها جفاء وجفاف عاطفي صحيح بيبقى في العواطف. يعني انا كان نفسي لو هي على التليفون لسه كنا لا هي مش على التليفون، يعني هل هو عاطفيا معاها ايه؟ يعني هي صوتها حزين، يعني انا حسيت طبعاً ان صوتها حزين، ويا رب باذن الله يعني مشكلتك تتحل. لكن ام بلال اتصلت بينا تاني. ايوه ام بلال، الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. لو سمحتي انا ما كملتش كلامي. اتفضلي يا ام بلال، بس لو سمحتي اسمعينا من التليفون ووطي التلفزيون بعد اذنك. بقول لك هو طبعا اهله وحشين جدا معايا وما كانوش عايزين ياخدني. طبعا شغالين له كلام ليه يمه، هو كان مسافر في الاردن عشان جبت منها شويه حشيش، فطبعا طردتني وثبتني وقالت لي كلام وحش جدا. بعد كده طبعا هو جه وروحني وما فيش اي حاجه. السنه اللي فاتت تسعة يعني تسعة واحد يعني شهر تسعة اللي فات ده اتهموني بسرقه بط. تصوري سرقه ايه؟ اتهموني ان انا سرقت البط بتاع اخته. بط بوك البوك بوك ولا بط؟ بط 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 يعني بط. اه بط بط بطه 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 خدت البطه 17 ذكر بط. ده طبعا بره. انا كنت جايبه بط من امي، انا شاريه بط دي انا وامي، انا مدياني بطتين لا اربهم لها. طبعا تمت مشاكل غريبه جدا وكل طيب يا ام بلال، احنا عايزين نخش في صلب الموضوع. النواه المشكله او المشكله الاساسيه ما بينك وما بين جوزك هي ايه؟ اكيد يعني سيبك من يعني هل الاهل فعلا هم المشكله الاساسيه، ولا المشكله ان جوزك بيعاملك معامله انت مش حباها او نكدي بينكد عليكي باستمرار بدون سبب؟ هو بصي في سبب، من غير سبب هو بينكد عليا. في نفس الوقت هو يعني بيسمع كتير، يعني على طول اخوه الصغير ده بيبقى يرغب فيه على طول وبيمشي وراه. انا ممكن اقول له انا عايزه مثلا اروح للدكتور مثلا، يقول لا. عايزه مثلا امشي عند امي، يقول لا. طب انت بتقول لا وانا زعلتك في حاجه، انا عملت معك حاجه وحشه عشان انت تعمل معايا كده؟ دي ده بقى انا بصي ما بيصدق يلقى حاجه عليا عشان يفضحني ويصار عليا. طبعا انا عايزه اسيبه واخلص منه، يعني نفسي اتخلص منه باي طريقه كانت. انت بقالك كام سنه متجوزه؟ بقالي 9 سنين والعشره اللي انا ماشيه فيها. وطبعا في اولاد طبعا. ايوه مع ايوه معايا جوز صبيان وبنت. طيب انت 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 عايزه تتطلقي؟ يعني احنا النهارده بنقول لك ما تتطلقيش، وبنحاول ان احنا نوصل لحلول قبل ما نلجا للطلاق. ولا مجرد ما تتطلقيش دي ولا برضه يا جماعه هو بيمد ايده عليكي؟ يعني بيضربك بيضربك ويشتمك قدام الاولاد، بيهنها يعني بيهنها كتير. على فكره ساعات الطلاق بيكون اسلم حل. بيغلط فيها على طول. بايه؟ بيغلط فيها على طول بيهنها. طب انت ما فكرتيش انك تهدديه انك هتسيبي البيت او انك تتطلقي؟
شكرا ليكي طبعا ولاتصالك. هو اللي بيهددها بيقول لها انا هطلقك. هو بيقول لها انا هطلقك. بصي انا هقول لك على حاجه، يعني احنا النهارده المفروض هنتكلم ان احنا عايزين نحجم موضوع الطلاق، لكن يعني احنا مش هينفع. في حالات لازم يكون فيها اذا كان في ايذاء نفسي او بدني قدام اولاد فهو ده لازم يكون فيها. طيب هل هي لو اتطلقت هيبقى عندها مصدر دخل تعيش منه؟ ما هي برضه هي قادره بظروفها. لا هي قادره بظروفها. طيب ما هو احنا لو قلنا لها اتطلقي، طيب هل هي عندها بيت تعيش فيه، مكان يستقبلها، مصدر مورد تعيش منه؟ ما هي بقى مش الكلام اللي يتقال لها اذا كانت هي ما هو ده الكلام ده موجه ليها. اذا كان عندك مكان تعيش فيه مش هتتجه لده الا اذا كانت هي يكون بالزبط. عندها ده الامكانيات عندك مكان تعيش فيه، عندك مورد. كل الطرق معاه نحو الاصلاح. طيب علشان يعني وقت البرنامج عايزه اخد رايكم في حاجه مهمه جدا بس في عجاله. ايه رايكم في الحفلات اللي بتقام ليا حفلات الطلاق؟ واحده اتطلقت فبتعمل كده شويه بلالين سودا وتجيب تورته وتلبس اسود وخلاص انا اتطلقت وتشغل هي بتطلع شويه طاقه سلبيه يعني طاقه سلبيه من جواها. هل الطلاق بقى يعني يستحق ان احنا نقيم ليه حفلات و اكيد في حالات معينه طبعا. أيوة بتقيم وتقيم كمان ليالي ملاح انها اتطلقت يعني أطلع. بعض الحالات بتحتاج ان المراه خلاص ان هي تحس ان هي فعلا بقت خلاص بره القفص اللي كانت محبوسه فيه فهنا بتحس بالفرح. قد تكون المشاعر اللي عندها او يمكن بتعمل كده علشان تغيظ طليقها حسب. لا غالبا ممكن. اذا طلبها المراه الطلاق هي اكيد اللي هو يعني لا. اهلا بالحريه، اكيد اهلا بالافراح، اهلا بالحياه، بدء حياه جديده، بتبقى رسائل يعني معنويه بس يجوز يجوز. طبعا هو موضوع الطلاق اكبر بكتير واسبابه اكبر بكتير من ان احنا نستوعبها في حلقه طبعا. وفي حالات يعني احنا مش هنتكلم عن كل اسباب الطلاق في حلقه، ده مستحيل. لكن اللي احنا نقدر نتكلم فيه ان نحاول بقدر الامكان ان ده يكون اخر باب نخرج منه. ما هو احنا بنقول للست ما تتطلقيش الا اذا عملتي كل اللي عليكي، الا اذا كل سبل الود والفكر اتقطعت بينك وبينه، مفيش امل خلاص. ما تتطلقيش الا اذا حسيتي فعلا ان انت بتنهاري نفسيا وابتديتي تتعالجي يعني وبالاخص لما تبقى عندك اولاد. لو ما عندكيش اولاد وحاسه انك مش اجري. مرتاحه خدي قرارك وعيشي حياتك اهربي. لكن عشان وجود الاولاد برضه ولو في اولاد وفي علشان يطلعوا اسوياء بس لازم تكون استنفذت كل الطرق. ايوه طبعا كل الطرق الوديه للاسف استنفذت كل الطرق وعندها استاذه ما عندها ما توصلش المراه للطلاق الا اذا كان في مقدمات كتير جدا عشان توصل للطلاق القانوني اللي احنا بنقول عليه الطلاق القانوني. لا هو في ناس كتير جدا بتلجأ للطلاق كوسيلة. مش اول كلمه بيقولها لها المراه بتطلب الطلاق. لا في ستات بيكون عندها اسباب تانية خالص هنتكلم عليها في حلقات تانية علشان وقت الحلقه خلص. طبعا انا حابه اشكركم واقول لكم نورتوني وشرفتوني. شكرا جدا. وطبعا انا بشكر الساده المشاهدين وبشكر كل الناس اللي تواصلت معانا. وحلقتنا النهارده بعنوان ما تتطلقيش إلا إذا. شكرا واستنونا في حلقة جديدة وستادتكم. باي باي.